خلينا نتكلم على هالشيء اللي دار نتنياهو. راه قبل منه بنهار مسؤوله في الحكومه الاسرائيليه ضغطت بنفس الطريقه على 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 رئيس الحكومه الاسبانيه وقالت له الا كنتكلموا خاصنا نتكلموا على على حق الشعب الباسكي في تقرير المصير وحق تقرير الكاتالان في تقرير المصير باش يضغطوا عليه شويه باش يلود الدراع ديالو في هذا الموضوع بانك حتى انت عندك فين ندخلوك. يعني هما كيبتزون بهالطريقه ولا اراها انا زلت لسان او زلت خطا عابر يعني القضيه اللي دار نتنياهو لان عنده مستشارين وعنده ما يمكنش يجيب خريطه بهذيك الطريقه وكيعرف حساسيه القضية عند المغرب. وهنا أبعث أنا للمناصرين الداعمين لإسرائيل أو المغاربة اليهود المغاربة كان طالبهم بحال هاد الحوايج خاصهم يجب أن يكون هناك ضغط باش يعرفوا بأنها قضية هي القضية الأولى ليست قضية مهمة بل هي قضية الأهم عندنا. يعني بركة من اللعب وبركة من هذا الابتزاز وطيحوا النيفو في هذا الموضوع. أنا بالنسبة لي الدفاع عن الوطن نحن لا نحتاج لا إلى كيان خارج المغرب لا من الأصدقاء ولا من الأقرباء. المغرب دافع عن وحدته الوطنية استشهد دفعنا قوافل من الشهداء قبل 1958 في المعارك الجيش التحرير في الصحراء المغربية. المغرب قدم قوافل الشهداء في حرب الاستنزاف من 1975 إلى غاية 1991 تاريخ وقف إطلاق النار. المغرب استطاع بإمكانياته الخاصة أن يواجه البترودولار الجزائري وبترودولار معمر القذافي في ليبيا. المغرب استطاع أن يواجه يعني كل المؤامرات التي تعرض لها من أجل هدم وحدته الوطنية بإمكانياته الخاصة. طبعا كان هناك دعم من الأصدقاء ونحن لسنا بحاجة لا إلى اعتراف لا نتنياهو ولا غير نتنياهو بقضية وحدته الوطنية لأن القضية الوطنية قوتها التي تستمدها من الإجماع المغربي على أن هذه الأجزاء هي أجزاء من أرضنا ومستعدون للتضحية من أجلها الآن دبلوماسيا وسياسيا وغدا وقبل وحتى قبل يعني 75 وأثناء 75 إلى 91 ضحينا بدمائنا ودماء الشهداء وبالتالي لسنا بحاجة لا إلى مجرم حرب لكي يدافعوا عن قضية وطنية ولا الاعتراف بها. هذا هو المختصر المفيد. المغاربة يعتمدون على أنفسهم وليسوا بحاجة إلى من يدافعوا عن قضيتهم الوطنية المقدسة. أنا لا أعتقد بأن خجة نتنياهو خجة زلة لسان لأنه للمرة الثانية وهو يقوم بزلة اللسان هذه وبالتالي الأمر ليس بزلة لسان وإنما هو يعبر عن موقف من هذا الشخص وبأنه يحاول أن يمرر رسائل للحكومة المغربية لأنه كلما كان هناك واحد زخم اجتماعي اتجاه القضية الفلسطينية واتجاه الدفاع عن الحقوق وعن المظالم التي يخضع لها الشعب الغزاوي إلا وحاول أن يخرج هذه الخجات ربما هو نوع من الابتزاز ومن الإشارات للحكومة المغربية لكي زعماك يقول لي أنا هنا فهمتيني. ولكن نحن نقول له بأننا كنا دائما وسنظل مع القضية الفلسطينية وبأن الصحراء مغربية والصحراء في مغربية والمغرب في صحرائه وبأننا لا نخضع حكومة وشعبا وملكا لهذه الابتزازات. نحن دولة ذات سيادة دولة حرة حرة بمواقفها منذ القدم وليس الآن. دولة لها أكثر من 14 قرن وهي تدافع عن حريتها وعن مواقفها لا يمكن الآن أن تخضع لابتزاز أي جهة كانت من كانت.